هذا الكلام هذا الحديث وانا قاعد اتكلم وانا قاعد اتكلم بال مع الرئيس نعم اي التفت ولا الشيخ خالد الجر يطالع يقول لي ما يصير تخرب الجلسه ما يصير خلينا نشوف الصوره هذه الحين هني انت يعني ابو عبد الله يعني بغيت تشبه طق داخل المجلس شل ليش وصلت الجلسه الى هذا المشهد قول لي شوف فهني تقول خالد الجراح وزير الداخليه خالد الجراح الشيخ خالد الجراح وانا قاعد اتحدث ويا الرئيس فجاه هو قام بالجهه الثانيه كان اعتقد انه كان الوضع اللي كان هو فيه كان وضع من شحن مو قايم يعني انت اصبر انت لا تدافع خليك انا اشوفها بعيني اشوفها بعينك انت ما كنت تسولف على كيفك ما كنت بالاستراحه ما خليك تسولف على كيفك زين ما كنت بالاستراحه زين المهم قام انا قاعد اوجه كلامي للرئيس قال يا الاخ الرئيس ما يصير قاعد يخرب الجلسه اي كلم الرئيس قاعد يخرب الجلسه لازم يقعد أنا سمعت كلمة لازم يقعد قاعد يخرب الجلسة ما يصير قاعد يسوي فوضى يخرب الجلسة لازم يقعد أنا التفت له ولا الرجال جاي من جدة قلت له مو أنت اللي تقعدني مو أنت اللي تقعدني ولا عشرة يقعدوني من اللي قاعدك ما حد لا ما يقعدنا إلا رب العالمين عرفت فقلت له مو أنت اللي تقعدني ولا عشرة يقعدوني ولا اسمح لك لا انت خلاف بسيط خلاف راي ترى ما هو ادري لا اسمح لك لا انت ولا غيرك ولا كان يفترض لان الكلام كان مع الرئاسه ما كان يفترض انه يقوم قلت له ما اسمح لك لا انت ولا غيرك نعم انك يعني توضحت الامور لان هذه الناس كثير يعني ما كانت واضحه بالنسبه لهم برجع